بكم في نشرة أخبار السادسة مساء من قناة النادي الأهلي وإلى العناوين. الليلة بعثت الأهلي تغادر إلى المغرب. ست لاعبين من الأهلي في قائمة المنتخب استعدادا لغانا. ومعلول وصلاح في القائمة الأولية لأفضل لاعب أفريقي. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمود طاهر رئيس مجلس الإدارة بعد قليل متوجهة إلى المغرب لخوض مباراة الوداد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السبت المقبل. وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز في لقاء العودة لتحقيق لقب البطولة التاسعة. الفريق قد اختتم تدريباته صباح اليوم على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وعقد حسام البدري المدير الفني محاضرة بالفيديو للاعبيه قبيل انطلاق الميران اليوم الأربعاء، وذلك لشرح بعض النقاط الفنية والتي ظهرت خلال الفترة الماضية وبالتحديد في مواجهة الذهاب أمام الوداد المغربي. طلب حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي من لاعبيه بذل قصارى جهدهم في لقاء الوداد المغربي، وأكد البدري للاعبيه أن الفوز بلقب البطولة ليس بعيدا عن المتناول، مشيرا إلى أن اللاعبين يمتلكون من الخبرة ما يؤهلهم لتحقيق نتيجة إيجابية وبالتالي تقديم أداء مميز لإسعاد الجماهير والتي حضرت من كل مكان في مصر لتقديم العون والمساعدة لهم قبل السفر إلى المغرب لخوض المباراة المرتقبة. أعلن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق لمواجهة الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا. وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: شريف إكرامي، محمد الشناوي، أحمد عادل، عبد المنعم، محمد هاني، أحمد فتحي، رامي ربيعة، محمد نجيب، سعد الدين سمير، حسين السيد، صبري رحيل، عمرو السلية، هشام محمد ومؤمن زكريا، وليد سليمان، وكريم نجبد، وميدو جابر، وعبد الله سعيد، وأحمد حمودي، وأحمد الشيخ، وجونيور أجايي، وعماد متعب، ووليد أزر. أكد خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على جاهزية الثنائي رامي ربيعة ومحمد نجيب للمشاركة في مباراة الوداد المغربي. وكشف طبيب الفريق أن الثنائي اكتفى بأداء تدريبات تأهيلية واستشفائية على هامش الميران الجماعي اليوم للتخلص من الإجهاد العام، كما تعافى وليد سليمان من آلام تقلصات في عضلات الظهر وأصبح جاهزا تماما لخوض اللقاء.
شارك مروان محسن لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في تدريبات الكرة الجماعية بميران الفريق صباح اليوم الأربعاء. ويؤدي مروان تدريبه الأول في الميران الجماعي بعدما انتهى من برنامجه العلاجي والتأهيلي للتخلص من إصابة الصليب، ومن المفترض أن يشارك اللاعب تدريجيا في التدريبات الجماعية وفقا لبرنامجه ما بعد التأهيل ولحين التأكد من قدرته على المشاركة في المباريات. قرر حسام البدري المدير الفني للأهلي السفر إلى كندا من المغرب مباشرة عقب خوض مباراة الوداد بإياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للاطمئنان على ابنته زينة. وكانت زينة ابنة حسام البدري قد تعرضت لحادث في كندا تسبب في دخولها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، ولم يستطع البدري السفر إلى كندا طوال الأيام الماضية من أجل الاطمئنان على ابنته بسبب ارتباطات الفريق المتتالية. وأكد البدري أن أسرته أخفت عليه خبر إصابة ابنته بسبب ارتباطاته مع الأهلي ومباراة النجم الساحلي قبل أن تخبره بهذا الحادث المؤسف. سلطت الصحافة المغربية الضوء على الحضور الجماهيري والذي شهده ملعب مختار طش بمقر الأهلي بنادي الجزيرة استعدادا لنهائي دوري الأبطال. وذكرت صحيفة اليوم 24 المغربية أن سيل من جمهور الأهلي زحف نحو الملعب من أجل مشاهدة تدريبات الفريق قبل السفر للمغرب، مؤكدة أن العدد والذي توافد على مقر النادي الأحمر أكبر بكثير من المسموح به. وقالت صحيفة المنتخب أن الحضور الجماهيري الكثيف والذي تواجد في ملعب النادي أعاق إقامة ميران اللاعبين. كشف الحسين عموت المدير الفني للوداد المغربي عن خطة فريقه لمواجهة الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا. وأكد عموت أنه على الرغم من التعادل السلبي يكفي فريقه، إلا أنه سيحاول هز شباك الأهلي خلال المباراة. وقال نعمل على أكثر من سيناريو لنكون جاهزين حسب سير المباراة. وأضاف عموت الأهم لدينا الآن هو أن نصل لشباك الأهلي ونسجل كي نمتلك زمام الأمور في المباراة، ولا نتراجع للخلف حتى لو كان التعادل بدون أهداف يكفينا. علينا أن نحذر لأن الأهلي لديه عدة مهاجمين جيدين بإمكانهم أن يخلقوا لنا عدة متاعب. أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم القائمة الأولية للاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا وكذلك أفضل لاعب داخل القارة. وشملت قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، إلى جانب عصام الحضري حارس مرمى المنتخب والتعاون السعودي، بالإضافة إلى المدافع التونسي علي معلول لاعب الأهلي. وتضم القائمة أيضا المهاجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي، والكاميروني فينسنت أبو بكر، والغيني نابي كيتا، والنيجيري فيكتور موساس. فيما شملت قائمة اللاعبين الأفضل في القارة كل من أحمد فتحي لاعب الأهلي وطارق حامد لاعب الزمالك والمهاجم النيجيري جونيور أجايي والتونسي علي معلول، إلى جانب أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبا الوداد البيضاوي المغربي، وأيضا أيمن المثلوثي حارس مرمى النجم الساحلي التونسي.
أجرت قرعة الدور 32 لبطولة كأس مصر والتي أقيمت اليوم بمقر اتحاد الكرة بحضور عامر حسين رئيس لجنة المسابقات عن مواجهة الأهلي مع تليفونات بني سويف والنصر مع الداخلية الأسيوطي مع الرجاء والاتحاد مع ألعاب دمنهور. كما أسفرت عن مواجهة سموحة مع الأولمبيا بتروجيت مع البنك الأهلي ودجلة مع كفر الشيخ والمصري مع بني عبيد والمقصة مع المريخ والمقاولون مع الشمس وإنبي مع إف سي مصر والإسماعيلي مع الشرقية والزمالك مع المنيا والطلائع مع الجونة والإنتاج الحربي مع بترول أسيوط وطنطا مع حرس الحدود. أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن دور 32 لبطولة كأس مصر سيبدأ من 6 إلى 10 من نوفمبر وستقام بعد ذلك قرعة للأدوار من 16 وحتى النهائي. وأوضح حسين أنه بداية من الدور 32 سيكون هناك وقت إضافي ثم ركلات ترجيح لحسم المباريات والتي ينتهي وقتها الأصلي بالتعادل. أخبار المنتخب المصري حيث قدر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الأرجنتيني هكتور كوبر أعفاء محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي من المشاركة في مباراة غانا والمقرر لها 12 من نوفمبر في الجولة الأخيرة لتصفيات كأس العالم في روسيا 2018. وكان المنتخب الوطني قد ضمن الصعود لمونديال روسيا 2018 بعد الفوز على الكونغو في الجولة الخامسة بهدف مقابل هدف وحيد. ويأتي سبب إعفاء صلاح من المشاركة في مباراة غانا بسبب إجهاد اللاعب جراء كثرة مشاركاته مع ناديه والمنتخب. الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني لمنتخب أسماء 9 لاعبين للانضمام لمعسكر الفريق والذي يستعد لمواجهة غانا في تصفيات مونديال روسيا 2018. واللاعبون 9 هم 6 لاعبين من الأهلي شريف إكرامي، أحمد فتحي، عبد الله سعيد، سعد سمير، مؤمن زكريا ورامي ربيعة، و3 لاعبين من الزمالك وهم أحمد الشناوي، طارق حامد وعلي جبر. ومن المقرر أن يعقد الجهاز المنتخب مؤتمرا صحفيا يوم 6 نوفمبر المقبل في تمام الساعة 4 عصرا باستاد القاهرة وذلك للحديث عن برنامج المنتخب واستعداداته لمباراة غانا. فاصل قصير ونعود إلى جولة في الملاعب العالمية. إلى جولة في الملاعب العالمية حيث تنطلق اليوم مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا حيث يبرز لقاء توتنهام الإنجليزي مع ضيفه ريال مدريد الأسباني كقمة للقاءات هذه الجولة. ويسعى توتنهام لحسم تأهله إلى الدور المقبل وذلك بعد تعادله ذهابا بهدف لمثله فيما يسعى ريال مدريد هو الآخر لحسم التأهل وتحقيق الفوز على ملعب ويمبلي. وفي باقي المباريات يقود محمد صلاح ليفربول أمام ماريبار فيما يواجه إشبيليا ضيفه سبارتاك موسكو وبورتو البرتغالي مع لايبزيغ الألماني. أما بشتاش التركي فمع موناكو الفرنسي ونابولي الإيطالي مع مانشستر سيتي الإنجليزي وشختار دونتسك الأوكرانية مع فينرد الهولندي وبروسيا دورتموند الألماني مع أبوال نيغاسيا القبرصي.
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية والتي تستضيفها أبو ظبي في الفترة من 6 حتى 16 من الشهر المقبل نفاد 75% من تذاكر مباريات البطولة و90% من تذاكر مباراتي نصف النهائي والنهائي. وأكد أحمد القبيسي مدير إدارة التسويق والاتصال باللجنة أنه من المتوقع تزايد مبيعات التذاكر بشكل كبير، خاصة مع اقتراب معرفة ممثلي قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية خلال نوفمبر الجاري. ودعا القبيسي الجماهير العربية للمسارعة بحجز تذاكر البطولة، خاصة أن ممثل القارة الأفريقية ناد عربي مع إمكانية مشاركة الهلال السعودي بالبطولة حال فوزه باللقب الآسيوي. يسعى ليفربول الإنجليزي لتدعيم صفوفه في مركز حراسة المرمى، وذلك على الرغم من وجود الحارسين الألماني لاراس كارياس والبلجيكي سيمون ميناليه. وذكرت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول يراقب موقف الحارس الكوستاريكي كيلار ناباس حامي عرين ريال مدريد والذي قد يرحل بنهاية الموسم الحالي. وأضافت التقارير أن يورجن كلوب مدرب ليفربول غير سعيد بمستوى حراسة المرمى في فريقه، وأن ناباس قد يحل كل المشاكل من وجهة نظره. دخل برشلونة الأسبانية في منافسة مع ناديي أرسنال وليفربول لضم الجناح الفرنسي توماس ليمار من موناكو في فترة الانتقالات الشتوية القادمة. وقالت صحيفة ديلي تيليجراف البريطانية أن أرسنال وليفربول ليسوا بمفردهم في مفاوضات ضم ليمار، لكن يوجد أيضا برشلونة والذي يسعى جاهدا لتعويض غياب عثمان ديمبلي المصاب. وكان أرسنال قد فشل في ضم ليمار في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الماضي بسبب مطالبة موناكو بمبلغ 100 مليون يورو لحسم الصفقة. يغيب النجم الأسباني سيرجي روبرتو لاعب برشلونة عن الملاعب لمدة تقترب من الشهر، وذلك بعد إصابته خلال لقاء فريقه أمام أولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا. وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن روبرتو أصيب بتمزق في الساق اليمنى، سيغيب على إثره عن الملاعب لمدة شهر. وسقط برشلونة في فخ التعادل السلبي أمام أولمبياكوس اليوناني، لكنه لا يزال محتفظا بصدارة المجموعة بعد تعادل يوفنتوس أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي. أبدى الإيطالي ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس استياءه من نتيجة التعادل أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي في دوري أبطال أوروبا. وقال أليجري أن فريقه لم يستغل تعادل برشلونة في نفس الجولة الذي كان من شأنه أن يجعل يوفنتوس منافسا على صدارة المجموعة قبل مواجهة الفريقين في الجولة المقبلة. وتعادل يوفنتوس بهدف لمثله مع سبورتينغ لشبونة ليحافظ على مركزه الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط خلف المتصدر برشلونة برصيد 10 نقاط.
تتوقع الألماني مسعود أوزيل لاعب نادي أرسنال الإنجليزية على البلجيكي كيفان دي بروين نجم مانشستر سيتي خلال الموسم الجاري رغم الانطلاقة المميزة للأخير في البريمير ليج. وذكرت صحيفة ميرور أن أوزيل صنع 30 فرصة سانحة للتسجيل خلال الموسم الجاري مع أرسنال بالتساوي مع عدد الفرص والتي صنعها دي بروين مع مانشستر سيتي. ونوهت الصحيفة أن أوزيل لعب 300 دقيقة أقل من البلجيكي دي بروين مما يعني تفوق الأول. وتعقيبا على اخبار الفريق الاول ينضم الينا الان عبر الهواء مباشره الزميل امير هشام. امير اهلا بك. امير احكي لنا عن استعدادات الفريق للمغادره للمغرب للقاء الوداد البيضاوي. يا فيروز وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. خلاص في هذه اللحظات فريق النادي الاهلي بيتحرك في اتجاهه لكازابلانكا وبالتحديد في المغرب استعدادا لمباراه الاياب في نهائي دوري ابطال افريقيا واللي هي اكيد غايه في الاهميه بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي. طبعا احنا في هذه اللحظات داخلين الطياره اللي هتقل لاعبي النادي الاهلي ان شاء الله للمغرب. الرحله يمكن هتستغرق حوالي خمس ساعات ونص بالتحديد ان شاء الله عشان يوصل النادي الاهلي للمطار. ومن خلال ان شاء الله تدريبات سواء بكره او بعد وان شاء الله يوم الخميس ومن الجمعه هيكون في تدريبين للنادي الاهلي يستعد من خلالهم لهذه المباراه الهامه. طبعا حاله من الجديه اكيد واضحه على كل لاعبي النادي الاهلي ان هم ان شاء الله يحاولوا يرجعوا بكاس افريقيا دوري ابطال افريقيا ولكل جمهور النادي الاهلي منتظره بفارغ الصبر. النتيجه يمكن بالنسبه لنا مش جيده في استاد برج العرب اسكندريه التعادل ايجابي 1-1 لكن حصل مناسبات كثيره وعديده بالنسبه للنادي الاهلي قدر من خلالها ان هو يفوز بالبطوله في النهايه خارج ارضه وده اللي اكيد بنتمناه من كل لاعبي النادي الاهلي. طبعا بيغيب عن بعثه النادي الاهلي طبعا المتوجهه للمغرب كل من صالح جمعه وحسام عاشور وعلي معلول للاصابات المختلفه. طبعا هيكونوا ثلاث لاعبين مؤثرين جدا بالنسبه للنادي الاهلي لكن في اكيد لاعبين يعوضوا الغيابات دي واكيد هيكون ليهم دور بارز جدا خلال المباراه طبقا للرؤيه او السياسه الفنيه بالنسبه للكابتن حسام البدري. لكن ان شاء الله ايا كان مين اللي هيشارك في المباراه ايا كان مين اللي هيبتدي كل لاعبي النادي الاهلي رجاله يقدروا ان شاء الله ان هم يرجعوا ببطوله دوري ابطال افريقيا عشان يهدوها لكل جمهور النادي الاهلي اللي منتظر هذه البطوله. ان شاء الله البعثه هتوصل في تمام الساعه 12 صباحا بتوقيت القاهره الساعه 10 مساء بتوقيت مصر ان شاء الله من خلال بقى زي ما قلت لك التدريبات وان شاء الله خلال مباراة يوم السبت اللي هتكون في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب العاشرة مساء بتوقيت القاهرة. نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة وإن شاء الله نرجع بكأس. عودة لك يا فيروز. أمير هشام مراسل قناة النادي الأهلي شكرا جزيلا ليك وأكيد كل التوفيق للفريق الأهلي. أكيد الفريق الأول يعاني من إصابات كبيرة وكثيرة ولكن وهامة جدا ولكن دائما وأبدا الأهلي بمن حضر. والآن إلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف. بوابة الأهرام البدري يعقد محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي. ومن الجمهورية قبل موقعة كازابلانكا الحاسمة الأهلي يضع اللمسات الأخيرة صباحا ويسافر للمغرب. من المساء الشياطين في المغرب الليلة والشعب المصري يقول يا رب. ومن المصري اليوم وليد سليمان يتعافى وينتظم في تدريبات الأهلي. من الشروق 22 لاعب في قائمة الأهلي لمباراة التتويج أمام الوداد. ومن الوطن سبورت طبيب الأهلي ربيعة ونجيب جاهزان للمشاركة في مباراة الوداد المغربي. من البوابة سبورت مروان محسن يشارك في التدريبات الجماعية للمرة الأولى بعد غياب 10 أشهر.
أما من الوفد فعودة وليد سليمان وعماد متعب وأكرم توفيق إلى تدريبات الأهلي الجماعية. في الجول 1000 مشجع للأهلي بملعب الوداد. ومن يورو سبورت عربية وسائل الإعلام الأجنبية تبرز احتشاد جماهير الأهلي في التتش. من الأهلي دوت كوم الأهلي يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة الوداد. وقبل ختام نشرتنا مع فقرة زي النهاردة في 1 نوفمبر من عام 1977 الأهلي يسحق الأولمبي بنصف دسة أهداف زي النهاردة أيضا في 1 نوفمبر من عام 1977 يظل هذا يوم هام بعد أن سحق الأهلي الأولمبي بنصف دسة أهداف زي ما قلنا. أحرز للأهلي زيزو هدفين وطاهر الشيخ هدفين أيضا وجمال عبد الحميد ومختار. زي النهاردة أيضا في 1 نوفمبر من عام 2014 الأهلي يفوز على دمنهور 4-2. أحرز أهداف الأهلي عماد متعب هاتريك ومحمد رزق هدف. النهارده في 1 نوفمبر من عام 2015 ايضا الاهلي يفوز على بتروجيت بهدف نظيف في الاسبوع الثالث من الدوري الممتاز. احرز عماد متعب هدف اللقاء الوحيد في الدقيقه 92 من عمر المباراه. تنتهي نشرة أخبار السادسة مساء من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.